مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلوة كتير سهلة وبسيطة، بتتحضر بخمس دقايق من الخبز البايت. كتير كتير روعة وحلو فخمة ورح تعجب الكبار والصغار بهيدا الشكل. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا هيدا الخبز وأي خبز متوفر عندكم ممكن تستعملوه. هيدا الخبز هلأ بدي حطهم بالفرن، حمصهم من الجهتين، حطهم على الشبك. منحمصهم بس من الجهة الأعلى، وبس يتحمصوا ياخدوا لون، ياخدوا لون خفيف. شو بعمل؟ بقلبهم على الجهة التانية، بحمصهم من الجهتين. هلأ بحمصهم بالفرن. هول الخبزات بعد ما حمصتهم بهيدا الشكل من الجهتين، هلأ بدنا نعمهم بالمكنة. بعد ما نعمتهم بهذا الشكل هلأ بحط فوق ملعقة طعام زبدة. وملعقة طعام مزهر. برجع بطحنهم مع بعض. صار عنا الخليط بهيدا القوام. بنحط فوق ملعتين طعام قطر، ملعقة اثنين. برجع بخلطهم مع بعض. بنحط لهم قطر بعد كمان ملعتين طعم ليتماسك عنا الخليط هون. ملعقة اثنين. صار عنا الخليط كتير كتير روعة، شايفين كيف؟ بس نعمل هيك ويتماسك الخليط مع بعض ما عادش بنحط قطر. هلا بدنا نحطهم بالجات. حلو كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد ابدا معنا وقت بالتحضير. بضغط عليهم بهيدا الشكل. هون جبنة مازوريلا عندي، هون جبنة مازوريلا بحطها على الوج. يعني عملنا من الخبز، عملت أنا وياكم هيدي الحلوة البسيطة والكل رح يحبها عن جد صدقوني. عم حم الفرن من الأعلى، هلأ بحطها بالفرن من الأعلى بس لتذوب الجبنة عنا. هيدي الحلوة اللي عملتها أنا وياكم، بنحط عليها قطر. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.